الله عليه وسلم يجاوز شحمة الأذنين، فيقول البراء: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء حمراء. لكن كان صلى الله عليه وسلم يلبس اللون الأحمر المخطط بالسواد، هذا تقييد للحديث الذي ورد فيه اللون الأحمر على إطلاقه. قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله. معرفش حضرتك متصور الحديث في البخاري ومسلم، حديث البراء بن عازب، عاوز حضرتك تتصور كده وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنيئا لمن من الله عليه برؤية وجهه من الصحابة أو في الرؤية من الفقراء من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم فضله، يا الله نعمة وكرامة، من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وهذه نعمة من أعظم النعم وأجل النعم وأكرم النعم، أن يمتن الله عليك برؤية الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. فتصور رسول الله في حلة حمراء، وكان البراء بن عازب شايفه بقى بدون الغطاء، غطاء الرأس، ها، أو بدون العمامة أو بدون القلنسوة، وكل ده ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لبسه، لبس القلنسوة اللي هي الطائية يعني بلغتنا، ولبس العمامة، ووضع مثل هذا الذي نسميه الغطرة أو غطاء الرأس، هذا وضعه صلى الله عليه وسلم أيضا على رأسه، كل هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. والبراء رآه حاسر الرأس، يعني كان مكشوف الرأس عليه الصلاة والسلام، فيقول: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله. سيدنا جابر بن سمرة في رواية تانية يعني رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم بسند حسن، يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما في يوم مشمس، في يوم أضحيان، الشمس يعني ملية الأرض كذا وقت الضحى، فبيقول: فجعلت في ليلة مقمرة، معذرة، في ليلة مقمرة، الأمر كذا ليلة البدر كذا، البدر كذا ليلة التمام أو ليلة الكمال كما يقولون، يعني ليلة 14 أو 15. يقول جابر رضوان الله عليه بن سمرة، يقول: فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى رسول الله، أنظر إلى القمر وأنظر إلى رسول الله، فوالله كان رسول الله في عيني أحسن من القمر، كان رسول الله في عيني أحسن من القمر صلى الله عليه وآله وسلم. يا سلام على كلمة أم معبد، كلما قرأتها يعني يكاد والله عقلي أن يطش لهذه البلاغة ولهذا الانفعال حين رأت وجه سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. قالت كلاما طويلا بديعا جميلا لا تسع الوقت لذكره، لكن أتوقف فقط عند هذه الفقرة البديعة حين يعني وصفت نبينا وحبيبنا المصطفى لزوجها حين عاد، فقالت له: غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرة. يا الله، معرفش عربية قالت الكلام ده ازاي، يعني نعاوز بس لو اجتمع أدباء الدنيا الآن ومن يجيدون الكتابة والبلاغة، والله العظيم لا يستطيعون أبدا أبدا أن يكتبوا مثل هذه الكلمات: غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرة. ما هي دي صفة خلقية يعني. وطبعا بقى لما نوصف الشعر ونوصف الجبين ونوصف الحاجبين ونوصف الأنف ونوصف الخدين والوجه ونوصف اللحية ها، والتشبه بالرجال فلاح، فما ظنك ان تشبهت بسيد الرجال وسيد المفلحين صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين نوصف الصدر ونوصف الكتفين ونوصف الذراعين ونصف الصدر مع البطن ونصف الساقين ونصف القدمين ونصف الرقبة، كل شيء، حتى الشعر في الصدر كل ده موجود، حتى عدد الشعرات البيضاء في اللحية كل ده موجود، يعني ما تركوا شيئا
إلا وصفوه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ما أثر عن النبي أن الوقت بدأ، يعني الوقت خلص، سبحان الله، وعقارب الساعة بين يدي تطاردني، هي ما أثر السنة، ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. خلق بقى صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم، يعني موضوع كبير. يكفي فقط أن أذكر بحديث أنس في الصحيحين أنه قال رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. معلش سامحونا يا إخواننا المسلمين بقى خارج مصر، بلغة المصريين بقول له: يا بختك يا أنس، هنيئا لك يا أنس، تبقى مع النبي كده، تدخل وتخرج مع النبي وعلى النبي كده 10 سنين، يعني في كل وقت تدخل وتخرج. ده موضوع كبير، بس لمن تذوق طعم الحب، اللهم اجمعنا بحبنا له في جنات النعيم. والخدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، شايف الخلق، فما قال لي أف قط. طب أسألك بالله، أنت قلتها لزوجتك كم مرة؟ مش مهم اللفظة نفسها، لا اتضايقت كم مرة وتأففت كم مرة وانفعلت كم مرة، وده خادم مش زوجة، خادم. فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. وتدخل بقى على الوصف الخلق تاني، قال: وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله. طب خذ كمان رواية أخرى جميلة، ما أجمل أن يكون جل كلامنا من كلام نبينا وعن نبينا. حديث رواه الإمام البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حين سئل عن وصف رسول الله في التوراة، قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، أو صخاب، كلاهما صحيح بالسين وبالصاد، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وحتى أفتح به أعينا عمية وآذانا صمة وقلوبا غلفة. وأجمل القول قول ربي: وإنك لعلى خلق عظيم. أو سيرة، طبعا السيرة بقى كل هذا أيضا، يعني أي شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم